أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في ظل الهجمات الشرسة من أهل البدع على بلاد التوحيد، ما موقف الشاب المسلم من كتب هؤلاء المبتدعة وأشرتهم وفتاواهم؟ هذا كما قلنا في المجلات والصحف قريبا، من كان عنده علم فإنه يجب عليه أن يرد هذا الباطل وأن ينبه عليه وأن يحذر منه، وأما من ليس عنده علم فإنه يتجنب هذه الكتب ولا ينظر فيها، يتجنبها ولا ينظر فيها لئلا يتأثر بها أو يأخذ ما فيها يظنه حقا. إذا كان ما عنده علم يتجنبها، إذا كان عنده علم يطلع عليها ويرد عليها ويبين ما فيها ويحذر المسلمين منها، هذا هو الواجب. نعم.